حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان، السعودية والإمارات بطريقة سهلة، بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية، اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من بين الوكلاء. ونتسهل عليك بعد أكثر، هلأ صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين، لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك. مازدا SUV Week بأوتو فوكس مستمرة، يعني أكيد في شيء أوفر خيالي محضرينه بشركة AMB، طالما توني عبده موجود يعني أكيد في شيء كتير مهم عم بتحضر. ولا مرة جيت لعنا أنا معك سلة أفراد 100%، بس اليوم مش يعني الأوفر اللي جابه معك ما راح يساوي السلة، لأنه أوفر كبير، أوفر كتير كتير كبير صراحة. بدأ شنطة، بتعرف على جد إذا بتعمل حسابات بدأ شنطة لص جانا على الزيرو. زيرو ناحية الإيجابية دي ما منقول، مش ناحية السلبية يعني. الفايدة معقول رجعنا عن 0%؟ ايه مزبوط، رغم انه وين ما فيك كان تصدق. بالمصارف كل شيء اليوم فايدة عم تعلى بسبب الوضع الاقتصادي. انتو وطيتوه، نرجع لورا مزبوط. الهدف الوحيد هو الزبونات، نرجع نقول لهم انه في امل بالسوق، تقدر تاخذ سياره SUV مثل هيدي، تقدر تقصدها توفر فيها. نحن انه دائما كانت المهمه تبعنا وفروا على حالكم، وفروا معنا، وفروا معنا. وصلنا لمطرح انه كل السوق عم يعلى ما بقى في زبون يوفر، لا نحن مصرين نكفي بهالمشن تبعنا ونوفر على زبوناتنا قد ما فينا. هيدا هو اللي احنا مشان هيك اليوم بدنا ندعي كل العالم اللي عم يحضرونا ليستفيدوا من اوفراتنا. اليوم الاوفر هو على السي اكس 5 اللي تشوفيه المتوسط الحجم، الحجم الحلو كثير بمازدا، والسي اكس 9 اللي كمان عم بيقطع معنا بهالاسبوع. اليوم عم نضوي اكثر على السي اكس 5 توني، هل الاس يو في اللي مطلوب لانه بالنص بين الاس يو في الصغير يعني بين السي اكس 3 والسي اكس 9، عليه طلب كبير اليوم بالسوق وسعره عم بيكون مناسب كمان اكيد كسعر. والاوفر هلا اللي عم يجي بلا فايده عم بوفر كثير، عم يصير بمتناول الجميع مثل ما بقولوا، وخاصه السياره مثل هيدا عم نشوفها كاس يو في، عم تعطي اللوك سبورت، الفي انجل من ورا الازاز اللي عم يعطي المسلز عم نشوفه، ونحن الرير لامب اللي عم بتكون من الجوتو ديزاين اللي عم بتناسب مع الوجه تبع السياره، عم نحكي باللو روف، عم نحكي مصر فوق الدوليب الخلفيه، عطيه طابع رياضي اكثر، بولد روكر بانل اللي نشوفها من تحت عم بفرجيك السياره انه بحسك بسياره ثابته مع انه هي اس يو في، والواجهه تبعها اللي هي كمان جديده عم نحكي بين سكند جينيريشن اكس 5، عم فرجينا الكالندر تبعها انه ما بقى فيه البارز اللي عم بيكونوا موجودين، عم بخففوا الديستراكشن حول اللوجو اللي هو عم يعطي ثقه بالمصنع الياباني، هي مازدا معروفه عالميا. عند اللوجو لحاله عم يتوسط السياره مع الوجهه الاطراف الكروم العريض حلو كتير، كتير اجريسيف كمان من ناحية الأمامية سي اكس 5. توني بدنا نحكي هلا عن الداخل، ومصرين نعرف ديتيلز اكيد عن 0% الفايدة اللي بنشوف فيها اليوم مع الاس يو في على سي اكس 5 والسي اكس 9. انتقلنا على داخل السي اكس 5، مثل السي اكس 9 فخامه، عنوان اساسي بالسياره، ريحه الجلد طاغيه، الجلد موجود كمان طعم بالتابلو وين ما كان، حتى ستيتشينج كثير حلو توني باللونين الاحمر والابيض اكيد. اوبشنز اكيد رح تخبرنا عنها اكثر. عم نلاحظ احنا بالسكند جينيريشن بالسي اكس 5 جورج الديزاين من جوا اكيد عم بيكون عم بحافظ على نفس الروحيه، بس غيروا الانسترومنت بانل، عملوه هوريزونتال عم بيكون لاينز، هلا الكروم اللي عم يكون موجود فيه الصوتيه تبع الاي سي بطريقه كثير، اي نعم، يعني عم يكون في الستانلس والخشب الود لايت فينيشينج ممتاز، فينيشينج مهم، عم نحكي الكربون، عم نحكي بالبيانو بلاك اللي بيكون موجود مع الستانلس. كمان عم نشوف هون كمان السنتر كونسول ليفتد اب، كمان هيدي المازدا عم بتكون بكل موديلات اللي حتفرجيك سياره اس يو في، بس بنفس الوقت عم تعطيك الطابع الرياضي، يعني انت هون عم بيكون في عندك الاكسس من ستيرنج للفيتاس بطريقه كثير هينه، حتى انت وحاط ايدك على الارم ريست عم يكون الوصول للفيتاس بطريقه كمان مريحه. كوماندر لتتحكم بالشاشه اللي هي تاتش سكرين، عم تكون فيها كل الابلكيشنز، فيك باي فويس كمان تتحكم فيها عن ستيرنج، لتقدر تطلب كل شيء بلاي ليست وكونتاكت ليست باي فويس، تكون مركز على يدي ممتاز. كمان كلايمت كنترول دول زون اي سي وغيرها من الامور بفتحه بالسقف، اهم شيء كمان طبيعي. توني تابعين حديثنا معك بيرفورمانس ونعرف منك ديتيلز اكثر عن 0%. تابعين معكم عن السي اكس 5 بيرفورمانس، بدنا نحكي عن السياره 4 سيلاند بس بقوه مهمه كثير. انا محركين اليوم هني محرك واحد عم يكون عم تعتمدوا انتم 2.5 لتر، عم نحكي 189 هورس باور، عم نحكي سكاي اكتيف تكنولوجي اللي هو عم يعطيك مور باور ليس كونسامشن بالفيول عم نحكي yes. وبنفس الوقت عم يكون في عندنا الفور ويل عم يركب بفك اوتوماتيكمون، حتى الفيتاس التبترونيك عم بلبك راسنا ابدا ابدا ابدا. التبترونيك هو فيول فول رينج لوك اب اللي هو 6 سبيد، والبرفورمانس عم بيكون فيه لينير برفورمانس لحتى يعطيك سموث شيفتنج، وهيدي بتخليك تخفف ستريس انت وسايق سيارتك. سيفتي وايز كمان عم نحكي كمان ABS EBD تراكشن كنترول اكيد
الحديدي كله هيدا لحتى يكون للحمايه المطلقه لزبوناتنا، حتى الكابين عم بيكون محمي بطريقه كثير مهمه لحتى لا سمح الله شو ما صار بالسياره ما يصير في على كل حال الوارنتي كمان على السياره 5 سنين ما هيدا بنكفيها بالوارنتي اللي هي 5 years open mileage warranty عم نحكي عن open mileage على 5 سنين سياره يابانيه 100% مش بحاجه نحن الوارنتي هيدا بس ثقه بالشركه. خلينا نشوف هلا يخبرنا توني عن ال 0% شو قصه ال 0% فايده، هل مزبوطه انه سعر السياره بعده نفسه والفايده فقط هو مش فقط يعني 0%؟ ما في توني رجعنا على الشعار زيرو زيرو هيدا الاوكي نفس الوقت يعني بيرفكت بالغطس هيدا بيرفكت اوفر هيدا اوكي نحن بنقول اوكي لزبوناتنا بهذا الاوفر 0% مش لازم يكون حدا قاعد ببيته اليوم كل العالم تتوجع على صاله العرض لانه هيدي فرصه لحتى شخص يستفيد من يشتري سياره اس يو في بهذا الموسم لحتى يقدر يكون عم يستفيد منها بنفس الوقت يكون عم يوفر كثير يعني بهالسياره نحن عم نوفر من 8000 ل 13000 دولار منا كلمه بالتنجر يعني بنشيل الدفعه الاولى بنقسم سعر السياره مثل ما هو أكيد. ما في فايده ابدا 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 نعم. 29% دفعه اولى بنشيلها من سعر السياره بنزيد التامين وبنقسمها على 60 شهر اذا نحن بالفايده تبعنا اللي هي 3.9 اللي هي كمان نسبه واطي بالسعر غير موديلات بنكون عم نوفر ب 8000 دولار اذا عملناها 6.5% جورج فوق ال 10 بنكون 13000 كمان اكيد نعم. مش انا ما بصدق هذه الارقام بس اللي بتوجع على صاله ابدا شيء عمليه حسابيه صغيره اكيد بس مسروح لعندكم على الشوروم. شكرا توني يا وجودك معنا بكره بنلاقيكم بحلقه جديده وسياره جديده تابعونا دائما اكيد على ام تي في الى اللقاء حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان السعودية والإمارات بطريقة سهلة بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونتسهل عليك بعد أكثر هلأ صار فيك تبعت طلبك فوراً أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك